السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نتكلم عن الجزء الثاني من التحكم بشحنة الجسم وما نوع الهدف أو شحنته. خلينا نقول الهدف أول شيء راح نجيب على سؤال دائما بيسألونا إياه كثير الشباب، هل السيخ في سالب وموجب؟ يعني السيخ أي سيخ، هل من طرفيه سالب وموجب من الأصل؟ هذا الحكي غير مزبوط، بس هو تقريبا بيصير نفس الاشي. كيف التوضيح؟ هلا سيخ شو ما كان شحنته من جهة هاي او من شكة التانية، مجرد انت ما تمسك السيخ بيدك اختلفت الشحنة. يعني انت بكون مشحون أطراف كل شيء، مشحون سالب وموجب، أي غرض موجود، حتى القلم، حتى الدفتر محايله، أي شيء موجود كله مشحون، حتى جسمك. فبكون أطرافك يا سالب زيادة يا إيش أقل شحنات سالب، يا زيادة يلعب. يعني ممكن يديك يكونوا مختلفات، يعني زيادة أقل سالب هون، هذا زيادة سالب، أو زي بعض أو مختلفة. يعني مش شرط، حتى رأسك حتى باقي جسمك نفس الحكي. ليش؟ لأنه هسه أنت لابس ملابس في احتكاك، فالشحنة مختلفة على جسمك هون. ونفس الإشي مجرد أنت ما تمسك غرض أو قلم بيصير تجاذب وتنافر. يعني أنت اللي بتعمل زي قطبية، يعني أنت اللي بتحدد القطبية، أنت بتعمل قطبية سالب أو موجب. فبتلاقي مثلا مسكنا من هون صار تنافر، مسكنا من هون صار إيش توافق. وهسا حنبينها. يعني هلا السيخ مشحون سواء بالشحنة هاي أو بالشحنة هيك، كله متعادل تقريبا. بس أنت لما اعتبر هذه إيدك، أنت زيادة شحنات سالبة عندك، فبصير كالآتي. هلا الشحن دائما الشحنة الموجبة يا إخوان ثابتة، سواء في جسمك يعني أطراف جسمك اللي هي الشحنة إحنا نحكي الشحنة الساكنة مش الداخلية. الداخلية هاي موضوع آخر، أنتوا فهمت على كيف؟ الساكنة اللي هي على جسمك. هلا إذا سالب زيادة، الموجب ثابت دائما، الموجب شبه ثابت يا إخوان. هلا السالب شو بسوي؟ بصير تنافر، بصير السالب بشرد على الشكة الثانية من السيخ. يعني السالب بروح هون بشرد لإيش؟ من إيده. بصير السالب هون بتراكم، برحل من هون لهون. بصير الموجب لحاله وسالب لحاله، بصير تجاذب. انتوا فهمتوا علي كيف؟ شيل السالب ابعده، برجع السالب اللي على الشكة الثانية برجع محله. يعني السيخ إذا كان متوافق معك ممكن يكون متوافق مع غيرك، وممكن نفس التوافق اللي معك يحمله غيرك يصير تنافر. أنت فهمت؟ لأنه غيرك شحنته مختلفة. لو أنت في نقص في السالب، يعني زاد عندك أزيد باعتبار، ومسكت السيخ، هلأ الزائد تنافر مزبوط، الزائد ما بيتحرك. يعني بشكل عام الموجب ثابت يا اخوان. شو بصير؟ بسحب بجذب اللي بر اللي هون هون بصيره، يعني بصير سالب اكثر هون، برضه بصير تجاذب، بس بينهم تنافر اللي هو من الموجب لانه ما برحلش. في هذه الحاله بصير غير متوافق، في هذه الحاله بصير متوافق. يعني سيخ إذا توافق معك ممكن ما يتوافق غيرك، يعني أنت ممكن تحمل سيخ غير واحد غيرك متوافق معه تحمله ما يتوافقش، والعكس صحيح، ما فيش فيها مشكلة. وزي ما قلنا لك حطه بشعرك أو بصوف بصير غير متوافق إذا كان متوافق، وإذا كان مش متوافق حكه بصوف بصير غير متوافق. يعني مين اللي بحدد شحنة السيخ؟ جسمك. هلا نرجع شغله تاني، مثلا هسه عندنا H2O اللي هو قطره الماء. قطره الماء عباره عن ذره اكسجين وذرتين هيدروجين معها. ليش؟ هلا الاكسجين بيكسب ذرتين هيدروجين فبصير شحنته سالبه،
والهيدروجين بما انه بيخسر، كل ذره بتخسر الكترون شحنتها موجبه. هلا لو جبنا حنفيه مثلا، حنفيه وفتحناها شويه، خلينا المي تنزل بشكل خيط بشكل هاد، وجبت صوف شحنت اصبعك بالصوف، صار شحنه سالبه عليه. انت فهمت علي كيف؟ يعني صار نسبه السالب عاليه جدا في اصبعك، وقربته من الخيط المي بصير تجاذب، يعني بنحني الخيط بالشكل هذا محل ما انت حطيت اصبعك. ليش؟ انت بتجذب الهيدروجين وبتنافر الاكسجين، يعني بيقربوا بصيروا هيك، بصير هذا الهيدروجين باتجاه اصبعك بالشكل هذا، حبتين الهيدروجين الزائد، وبصير على الشكة الثانية اللي هي زي هيك، اللي هي سالب، اللي هي الأكسجين. هذا اللي بصير، يعني انت اللي بتحدد شحنة الأشياء، مش هو سالب وموجب، انت اللي بتعمل. هو في شحنتين ومش محدد، في لا سالب ولا موجب، بس انت من حد ما تلتقط اي غرض بتحدده. هذا اللي بيصير، كأنه الغرض له شحنتين، بس هو ما له شحنتين، يعني هو في شحنتين بس ما له سالب وموجب من طرف، هذا انت اللي بتحدده. فقصة شوفوا، هو المنهوب وضح كل شيء. فقصة الأسياخ وتحريك الأسياخ، يعني واحد بتحرك مع الأسياخ، واحد بتحرك إيش؟ نتيجة الشحن الساكن اللي في ديك، اللي في جسمك. انتو فهمت علي كيف؟ فيش نص سالب ونص موجب. أطرافك ممكن تكون أعلى موجب وأعلى سالب، أو العكس، يعني ممكن الاثنين ممكن مختلفات. فهاللي بحدد جسمك، ففيش جسمك في نص سالب ونص موجب زي ما بقولوا، لا، هي أطرافك، أطرافك هي اللي مختلفة، يعني شحنة سالبة أزيد أو شحنة سالبة أقل. حتى بالرأس نفس الشيء، باقي الجسم نفس الشيء موزع. والدليل الملابس، يعني بيصير الملابس تتحكم بشغلك وانت ما بتعرف. وقلنا كيف نشحن بالدلك. هلا فهمنا شحنة السيخ وجاوبنا على السؤال للإخوان. يعني قصة كل شغل الأسياخ طلع مبني على الشحن الساكن اللي في الجسم. هذه عشان في هيك ناس، في مثلاً بفحص صبح بيختلف المساء نتيجة اختلاف الشحنات، أو إنه مسك غرض معين شحنه بزيادة ومش داري، صار يعمل مع السيخ شغلات تانية. فبالتالي سر الأسياخ طلع بالشحنة بس، هذا هو كل المقصود. هلا احنا بما انه الاهداف بتطلق الكترونات سالبه، لانه السالب يا اخوان زي ما قلنا السالب متحرك والموجب ثابت. يعني اذا هدفي مثلا ذهب او معدن، شو ما اعتبرت الداخل سالب وموجب بده يطلق ايش؟ الكترونات. انتوا فهمتوا؟ الكترونات بطلق يا اخوان، والالكترونات كلها سالبة. اذا بدي اعتبر انا انه المعدن سالب، هلا المذهوب موجب، طب ليه كيف بطلق الكترونات؟ ما هو المنهوب كله موجب وفيش معدن، يعني زي هالة كلها موجبة. سواء كان موجب أو سالب يا أخوان بده يطلق الإلكترونات. كيف؟ هذا بيعمل فيض مغناطيسي وهذا بيعمل فيض مغناطيسي. بما أنه كله كتل وكله موجب، معناته بده يجذب حواليه سالب على الدائرة، ولما تتشبع بده المجال الفيض الهازد يرد يطلقه، يعني بده يرد يطلق نفس القصة إلكترونات. طب شو الفرق بينهم؟ الفرق بسيط.
هذا مجاله واسع، يعني الفيض تاعه ممكن يكون مترين، 5 متر، 10 متر، كذا. وهذا الفيض المغناطيسي أقل. طيب أنا كيف بدي أروح له؟ أنا شو الشحنة المفروض تكون الشحنة المتعادلة؟ يعني إذا السيخ بالطريقة العادية بيختلف عن المقلوبة يا أخوان، وبيختلف عن السيخ المشع. ليش؟ هلا دائما في الفيزياء أنت لما بتمسك بصير تجاذب وتنافر، هذا بيكون مجال مغناطيسي، بصير التيار داخل السيخ، هلا التيار بيصعد لأعلى، هذا قانون بالفيزياء. المجال المغناطيسي بصير التيار لأعلى، لما بيسوي إيدك بتسوي مجال مغناطيسي بصير التيار لأعلى. هلا السيخ فوق بيمشي فيه تيار، في الحالة المقلوبة هذا التيار لأعلى، إذا بدي يمشي ما بنزل أسفل قطعا. في الفيزياء ما في تيار بنزل أسفل، مجال مغناطيسي زي هيك بده التيار يكون للأعلى. وبما أنه في السيخ ما بتسوي إيدك مع السيخ مجال مغناطيسي، أنتوا فهمتوا علي كيف؟ وما بيمشي تيار في السيخ. العكس بالطريقة هاي لا تختلف، فعشان هيك احنا لما بدنا نروح على الهدف وقوي شغلي لازم اشحن بشحنات موجبة زيادة، وفيش او بقلل من الشحنات السالبة عندي بصير الموجب اعلى عشان اسقط الهدف ويصير شغلي بشكل افضل. هلا بالطريق لو شحننا كيف بدنا نشحنه؟ بدنا نشحنه بالحرير. اللي ما عندوش حرير خالص، حرير صناعي اللي هو بيستعملوا للتطريز للثواب الفلسطينية، بطرزوا الثواب فيهن بالحرير. هاي الحرير بيجي ألوان تقدر تستعمله، ورأس السيخ بس بالشكل هذا، ما في داعي لا تسوي سيخ كله ولا إيديك ولا غيره. هلا هذا الحكي بيزبط على المقلوب وعلى السيخ المشع بتاعنا، بس أول 5 سنتي بالشكل هذا ومن تحت شكلها بس. هلا وبالطريقه المقلوبه، هلا بالطريقه العاديه لا تعمل هيك، لانه ايدك طول ما بتسوي مجال مغناطيسي بيصير يتعارض، ممكن هلا على الهدف تنفر ممكن ما تنفرش، بس على الاغلب حتنفر. انتوا فهمتوا علي كيف؟ يعني اذا بدك تشغل عليه في العاديه يكون شغلك متعادل، يعني كيف؟ إيديك تلامسهم الأرض والسيخ يظل ملامس الأرض عشان تظل الشحنة معتدلة سواء بالسيخ أو بإيدك، هذا اللازم، غير هيك ما بيمشي. أما بالمقلوب لا عادي، لو لو دلكت السيخ رأسه من الأمام بالحرير بصير نسبة الموجب عندك أعلى والسالب أقل، فبتروح على الهدف يعني بخف الزجزاج فيه. شوفوا يا اخوان يعني الزجزاج بخف وممكن تروح مباشرة على الهدف، مش اول مربعات وكذا وكيم وحط. انتوا فهمتوا على كيف؟ والحركة اسرع والعد اقوى، سواء بالمشع اللي بنستعمل احنا السيخ المشع حتكون الحركة اقوى والعد اقوى. شايفين علي؟ هلا نفس الاشي السيخ المقلوب نفس الحكي. هلا لانه في فيض مغناطيسي، اذا دلكنا احنا موجب وهذا في الاصل فيضه عالي كبير، لو احنا مش دالكين السيخ بالحرير حنعكس قبل، يعني مش حنعكس، حينفر قبل متر متر ونص عن المنهوب. لكن بحرير انا موجب عالي الفيض بكون كبير، بنفر بجزء قبل ب5 متر. فهمت علي؟ اما بالمعدن اثنين السيخين حيروحوا يؤكسوا. هلا ممكن تفرق معنا هذا، احنا ليش نخليه موجب؟ ممكن تفرق معنا بالايش؟ بقصة الازاحة، لانه فيضه بالشكل هذا اول هالة، ني هالة العنق او الفيض تاعه، فأنا لما بكرب عليه ممكن أكس هون أو هون
أو هون، يعني بقلل لي من الإزاحة، بخليني أخش أقرب إشي على المعدن لما بكون أنا موجب. اثنين، ما راح يسمح لي أخش عليه إلا من الجنوب، يعني الجنوب. ليش من الجنوب؟ مثل الصورة اللي راح تظهر عندكم هون، ما في مدخل إلا من الجنوب تفوت على المعدن، لأنه سالب بدي أعتبره. يعني هذه النقطة الفيض سالبة، ما هي بتطلق الإلكترونات. وبنشان المجال المغناطيسي في الأرض، هلأ باتجاه من الشمال هو السالب بيجي، ومن الجنوب بيجي الموجب، معكوس في الكرة الأرضية. فبالتالي كونك موجب والهدف سالب ما بده يدخل إلا من الجنوب. هلا في المشع العكس بيصير، ما بسمح لك يدخلك إلا إيش؟ من الشمال. وحتشوفه بقوة حينفرك من أي اتجاه، يعني جيت من هون أو جيت من هون أو من هون أو من هون، رح ينفرك ويجيبك إيش؟ من الجنوب. أنتوا فهمت علي كيف؟ فالأفضل إني أروح وأنا موجب، لأنه كل الأسياخ وشغل الأسياخ طلع، حتى التطعيم يا إخوان طلع تغير في الشحنة. أنت لما تمسك غرض تتغير شحنة أطرافك. أنت فهمت علي كيف؟ فبالتالي حطيت سيخ على سيخ، حطيت ملف على سيخ، تتغير الشحنة. حطيت طعمت بتمر، طعمت بنحاس، طعمت بفضة، طعمت بذهب، هتختلف معك الشحنة. بما أن الشحنة بتتغير، ممكن تروح على الهدف، ممكن ما تروحش على هدف زيه. فكل علم الأسياخ طلع مقتصر يا أخوان، وسببه الشحنة تحت الجسم. انتوا فهمت علي كيف؟ في الشيء انه جسمك تقدر تفحصه سالب او موجب، لا. هلا في الاطراف مختلف، طرف اليمين مختلف، ممكن يكونوا زي بعض، الاثنين ممكن يكونوا مختلفات، ممكن هاي موجبه هاي سالبه، وممكن هاي سالبه هاي موجبه. والراس مختلف، يعني لو حط شخص ايده على راسك اختلفت شحنتك واختلفت شحنته. فانت لما بتفحص تمسك أسياخ، بتمسك أغراض، بتمسك كذا، بصير اختلاف في الشحنة. عشان هيك التفريق في الأرض. بس إحنا بدنا نشحنه بإيش؟ الحرير، عشان شغلنا يا إخوان. فإن شاء الله وضح الأمر. السيخ ما له شحنة، أنت اللي بتحدد. والتطعيم كله هيك، التطعيم تغير بالشحنة. اللي حب، اللي بدوش يقنع بهذا الحكي هو حر، خليه على زي ما هو. احنا اللي بيشتغلوا بشغلنا. وبتقدر تجرب انت اشحن السيخ باي شحنة، بتغير كليا حتى جسمك. انت فهمت علي؟ حتى تغيير ملابسك، لما بتلبس ملابس قطنية او ملابس فيها حرير او ملابس فيها صوف، كله بيختلف. فمشان هيك يا اخوان، اللي بيشتغل على طريقتنا سواء بالطريقة المطلوبة أو بالمشاع، بتقدر تشحنه بالحرير. اللي بيشتغل بالطريقة العادية، لا تشحن بالحرير. إذا بدك تشحن بالحرير، بدك تحط معدن وتشوف، بس على الغالب حتنفر، يعني حيكون نفر. يعني أصلاً اللي بيصير معهم نفر أو جذب، سواء على الهدف تعكيس أو نفر، وتغيروا بالشحنة، بس مش أكثر. يعني مرة تفحص بتلاقي نفرك، ومرة بتفحص بتلاقي أكس معك، كون تغير الشحنة معك بس أو بالسيخ. انتوا فهمت علي كيف؟ فاللي عنده سؤال بنوضح له إياه، كمان حط تحت الفيديو علقه، وإن شاء الله بنجاوبكم. لو بنوضح بفيديو آخر ما عندناش أي مشكلة، وإن شاء الله حنعمل فيديوهات عملية بشحن السيخ، ونجرب على المعادن وعلى الشغل. ويعطيكم ألف ألف عافية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.